النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: الارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء، طقس حار نسبيا إلى حار يومي الثلاثاء والأربعاء في عموم المناطق، وأيضا استمرار لهبوب الرياح الغربية بشكل يومي. ننتقل الآن لصور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لبعض الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية خلال ساعات الصباح ناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل المتأخر، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم مع شروق الشمس وأيضا خلال ساعات الصباح المتأخر، ويتوقع أن يتجدد تشكل هذه الغيوم منخفضة خلال الأيام القادمة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث لاحظ ارتفاع على درجات الحرارة أو سيطرة الكتلة الهوائية أكثر حرارة من الأيام السابقة في عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط، وبالتالي ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تكون درجات الحرارة أعلى قليلا من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وبالتالي يسود الطقس حار نسبيا في الجبال بينما يكون حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا المنطقة الشرقية والبادية الجنوبية. أيضا ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات الليل مقارنة بالليالي السابقة، لكن اعتبارا من يوم الخميس تتراجع وتنحصر الكتلة الهوائية الحارة وتعود درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، المزيد من الانخفاض يوم الجمعة لتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها بقليل مثل هذا الوقت من العام. ننتقل الآن إلى خرائط هبات الرياح المتوقعة من الثلاثاء إلى الخميس، يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الغربية بشكل يومي مع هبات نشطة أحيانا خاصة في المنطقة الشرقية تعمل على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني قليل في مدى الرؤية الأفقية. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 22 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة المتوقعة اعتبار من الثلاثاء وحتى الخميس، هناك ارتفاع على درجات الحرارة كما ذكرنا في هذه النشرة يومي الثلاثاء والأربعاء، 32 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون بين 23 و 24. أما بالنسبة ليوم الخميس تنحصر الكتلة الهوائية الحارة، تتراجع درجات الحرارة وتنخفض لتعود لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بالتالي يسود طقس صيفي اعتيادي يوم الخميس، 29 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى في العاصمة عمان، بينما الصغرى تسجل 20 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن.